مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة الثانية من مساق ويكيبيديا أيام الكيبان العربية في نسختها الأولى. هذه الجلسة تتناول باستفاضة مبادئ استعمال ويكيبيانات لمستخدمي ويكيبيديا. تهل هذه الجلسة بتوضيحات حول ما قلناه في الجلسة الماضية حول التعديل اليدوي لويكيبيانات، ونبدأ بشرح إمكانية دمج العناصر. في الحقيقة يمكن في ويكيبيانات أن نجد عنصرين يمثلان نفس الشيء، نفس الكاتب أو نفس الكتاب أو نفس نسخة من كتاب أو نفس المؤسسة أو نفس المبنى إلى آخره. هنالك ضرورة لدمج العناصر. هناك صفحة اسمها Special Merge Items تمكن من هذا الأمر. الأمر بسيط جدا، ما علينا إلا أن نكتب معرف العنصر الأول ومعرف العنصر الثاني ثم دمج العناصر، هذا كل مفرغ. لكن لتنجح عملية الوصف يجب على كلا العنصرين أن يكون لها لهما نفس الأسماء والأوصاف بجميع اللغات إن وجدت. يعني إما أن يكون بالنسبة لنفس اللغة الاسم هو نفسه أو الاسم في أحدهما غير موجود. إذا كان لديهما أسمان مختلفان يجب تعديل ذلك وجعل الأسماء والأوصاف هي نفسها قبل عملية الدمج، وإلا لن يتم الدمج. الأمر الثاني الذي أردنا شرحه ولضيق الوقت سأشرحه في هذه الجلسة هو رتب التفضيل. أحيانا في صندوق ويكي في قالب صندوق ويكيبيديا هناك أشياء، هناك خاصيات نريد لقيمة واحدة منها أن تكون منشورة في ويكيبيديا. مثلا في صندوق ويكيبيديا، في قلب صندوق ويكيبيديا هنالك مثلا صورة واحدة، لا يمكن أن توجد صورتين لشخص معين. مثلا هنا يتدخل التفضيل لتفضيل قيمة لخاصية على القيم الأخرى الموجودة في الكيبيانات. مثلا هنا صفحة ألبرت إينشتاين هناك صورتين للشخص. كل ما في الأمر هو علينا تفضيل الصورة حتى يتسنى لويكي بيانات اختيار الصورة المناسبة للشخص لوضعها في القالب. الأمر بسيط، يبدأ بالضغط على عدل، ثم هنالك سهم بجانب القيمة، يجب علينا فقط الضغط على السهم من فوق ثم انشر. الصورة ستصبح باللون الأخضر، ما يعني تفضيلها على باقي القيم بالنسبة لهذه الخاصية. تجر الإشارة إلى أنه يجب معرفة الخاصيات التي يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل. بعض الخاصيات لا يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل، خصوصا عندما تكون القيمة المفضلة غير ثابتة. مثلا نسبة الإصابة بداء معين، نسبة الإصابة متحول وكل يوم هنالك رقم جديد، لا يمكن استعمال رتب التفضيل في هذا الأمر. يجب استعمال خوارزميات أخرى لاختيار الصيغة الأحدث، ولكن ليس رتب التفضيل. رتب التفضيل هي للخاصيات التي لديها قيم ثابتة. الأمر الآخر الذي أردنا الإشارة له ولم نشرحه باستفاضة في الجلسة الماضية هو طبيعة المفعول به في ويكي بيانات. الحقيقة قلنا أن القيمة في بيان ويكي بيانات يمكن أن يكون عنصرا أو معرفا خارجيا أو قيمة بأي شكل، لكن لم نقل باستفاضة ما هي هذه
الأنواع من المفعول به التي يمكن أن تكون مستعملة في ويكيبيديا. كما قلنا في الجلسة الماضية، هنالك العنصر، هنالك المعرف الخارجي، هنالك الكمية، وهنالك النص، ولكن هنالك بعض الأنواع الأخرى من المفعول به التي سأبينها لك. هنالك مسار مثلا، ومسار يعني خريطة طريق، يعني مسار في خريطة جغرافية، يعني مثلا طريق، شارع، نهج إلى آخره. هناك ملف وسائط في ويكيميديا كومنز، يعني ملف يحتوي على بعض الصور في كومنز، مثل يعني كاتيجوري أو أشياء من يعني مثل تصنيف أو شيء من هذا القبيل. هناك النقطة الزمنية مثل التواريخ، النص بلغة واحدة، الخاصية يمكن أن تكون مفعولا به، خاصية ويكي بيانات التي تبدأ ب بي ثم رقم. هناك أيضا الأحداثيات الجغرافية، وهناك البيانات المجدولة، وهي بيانات على شكل جدول تحمل عادة في ويكيميديا كومنز وتعطي بعض الإحصائيات، يعني هي بيانات دات من نوع دات، ويمكن أن تمثل مثلا إحصائيات حول عدد السكان في بلد معين، درجة الحرارة إلى وتكون في منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي، فيتم تحميلها في ويكي في ويكيميديا كومنز وربطها بعنصر ويكي بيانات حول موضوع البيانات المجدولة ويكي بي. هناك الشكل الجغرافي، وهو رقعة جغرافية في خريطة، ويتم يتم إنشاؤه في ويكيميديا كومنز باستعمال صيغة جيوجيسون، ويتم ربطه بالمثلا البلاد أو الحي المعين الذي نريد أن نعرف رقعته الجغرافية إلى آخره. هناك أيضا التعبير الرياضي، مثلا بالنسبة لمؤشر مثل البادي ماس اندكس مثلا في الطب. هناك المعنى والمفردة والصيغة، هؤلاء يستعملون خصوصا في البيانات المعجمية كما بينا في الجلسة الماضية. وهناك التدوين الموسيقي لبعض المقطوعات. هذا كل ما في الأمر. ما نريد تبيينه بعد هو اقتراح الخواص. أحيانا قد لا تجد الخاصية التي تريد أن تستعملها، أو لا تجد خاصية مناسبة لإدخال معطى معين. هنا يمكن أن تقترح خاصية جديدة ويتم نقاشها في المجتمع ويكي بيانات، ويتم المصادقة عليها إذا كانت مناسبة. الأمر بسيط، هناك صفحة اسمها ويكي داتا بروبرتي بروبوزل، تدخل هناك ثم تختار الموضوع الخاص بالخاصية الجديدة، ثم تكتب اسم الخاصية التي تريد إنشائها وتنشئ صفحة الطلب. في صفحة الطلب يطالبونك بتفسير لما تفعله الخاصية، ثم نوع المفعول به، ثم المجال، يعني ما هي طبيعة العناصر التي ستستعمل فيها هذه الخاصية، ثم مثال الاستعمال، ثم المصدر،
إذا إن وجد، ثم انظر أيضا للمقارنة ببعض الخاصيات التي لها علاقة بالموضوع. وبعدما تقوم بإدخال هذه المعطيات، تدخل الموتيفيشن وهو أمر مهم لتفسير لماذا علينا أن ننشئ هذه الخاصية، يعني تفسير لهذه الخاصية حتى يراه المجتمع ويفهم لماذا طلبت قمت بهذا الطلب بالذات. هنالك علاوة على أدوات ويكيبيانات التي يتم استعمالها في واجهة ويكيبيانات التي يستعملها واجهة المستخدم، هناك أدوات ويكيبيانات التي تستعمل ليست في واجهة المستخدم ولما على شكل ويب، تطبيقات ويب وبرمجيات، وتمكن من تعديل وتحليل ويكيبيانات. من أهم هذه الأدوات أوبرا فاين، التي تمكن من تحضير جداول من أجل إضافة المعطيات التي تحتويها إلى ويكي بيانات، وكويك ستيتمنتس التي تمكن من إضافة كم هائل من البيانات عبر الدفعات. الحقيقة يمكن أن تدخلوا إلى ويكي ديتا تولز وتبحثوا على هذه الأدوات التي لا تعمل على وجهة المستخدم وتستعملوها وتعرفوا عليها. هناك عديد من الأدوات التي ليست أدوات واجهة ولكنها أدوات مهمة ويمكن أن تساعدكم في تطوير ويكي بيانات. علاوة على كل هذه التوضيحات، أردت أن أشرح أنه هنالك عديد طرق لطلب مساعدة إن لم تعرفوا أن تقوموا بشيء معين. أولها مجموعة تليجرام، هنالك في هنالك صفحة تليجرام موجودة فيها كل قنوات التليجرام الخاصة بويكي بيانات. يمكنكم الدخول على أي صفحة والمشاركة فيها والسؤال مباشرة، وهناك عديد المختصين الذين سيهمهم الإجابة على تساؤلاتكم أيا كانت ومساعدتكم من أجل التمكن أكثر من تحرير ويكي بيانات. هناك صفحات المساعدة في ويكي بيانات التي تعطي معطيات حول كيفية المساهمة في ويكي بيانات، Help Content، وهنالك أيضا صفحة تفسير لمستخدمي ويكيبيديا، حيث يمكنكم التعرف إلى كيفية استخدام ويكي بيانات في ويكيبيديا وويكيبيديا في ويكي بيانات. الآن نمر للموضوع الرئيسي للجلسة وهو استعمال ويكي بيانات في ويكيبيديا واستعمال ويكيبيديا في ويكي بيانات، ونبدأ بمعرفة كيفية استعمال ويكي بيانات في إثراء ويكيبيديا. أول طريقة هي استعمال القوالب. هنالك قوالب مكتوبة عبر برنامج نصي بلغة لوا، يمكن إضافتها إلى صفحات ويكيبيديا إلى المقالات. القائمة الجملية لهذه القوالب موجودة في رابط على ويكيبيديا العربي، وهو قالب لوا سلاش قوالب. يمكنكم البحث على قالب صندوق الذين تريدونه، وما عليكم إلا عندما تضغطون على عدل المصدر كتابة بين curly brackets اسم القالب فقط، وهو سيأخذ كل المعطيات من ويكي بيانات ويضعها في القالب، بما في ذلك الصورة، تاريخ إنشاء الطراز مثلا بالنسبة لهذه السيارة، وخصائصها إلى آخره. هناك أيضا قالب ويكي بيانات الذي يمكن من إدخال إضافة قيمة إلى مقال ويكيبيديا. الأمر بسيط، تبدأون بكتابة ويكي بيانات، ثم Property، ثم اسم
أو أو معرف العنصر ثم معرف الخاصية، وهذا كله مثابر، ويخرج لك القيمة. بالطبع بما أنها ويكيبيديا العربية سيخرج لك القيمة باللغة العربية بصفة عامة. ثم إذا كانت الصفحة في ويكيبيديا مربوطة بعنصر ويكي بيانات مثلا مقال، يمكنكم الاستغناء على كتابة العنصر وكتابة معرف الخاصية فقط، وهذا كله مثابر. هنا أمثلة على الاستعمالات، يمكنكم أيضا كتابة التايتل، العنوان، الليبل، الاسم، يمكنكم حتى كتابة الوصف، الاسم المستعار أيضا، الليبل كما ترون هنا. يمكنكم كتابة الأمر مع الخاصية مثلا، كي استخراج اسم خاصية باللغة العربية. يمكنكم أيضا استخراج القيمة المفضلة لخاصية معينة باستعمال بيست. يمكنكم استعمال لينكد لاستخراج رابط عوض استخراج القيمة كنص فقط. يمكن استخراج الرابط لمقال مثلا حول يورو باللغة في ويكيبيديا العربية. يمكنكم أيضا استخراج المعطى بشكل خام باستعمال راو إلى آخره. الأمر الثاني الذي يمكن استخدام ويكيبيانات فيه لتراء ويكيبيديا هو البحث على المصادر للمعلومات لثراء المقال إلى آخره. الأمر بسيط، هنا هنالك الأدوات. هنا تبحثون على عنصر ويكيبيديا، تضغطون عليه، تجدون معرفات خارجية في عنصر ويكيبيديا. تبحثون عن المعرفات الضبط الاستنادي والمكتبات، تضغطون على الرابط، وتبحثون على الأعمال حول العنصر، وتجدون العديد من المراجع ويمكنكم استغلالها في المقالات. الآن نمر إلى استخدام ويكيبيديا في ويكيبيانات، وهذا مهم جدا. الأمر يمر عبر أداة اسمها أداة ويزرد، وهي آدون تم تطويره باستخدام جافا سكريبت، ويمكن أن نقوم بتنزيله على أي متصفح ويب مثلا كروم، انترنت ايدج، مايكروسوفت ايدج، فايرفوكس إلى آخره. تمكن هذه الأداة من تعديل عنصر ويكيبيانات بشكل غير مباشر وسلس عبر تصفح صفحة ويكيبيديا الخاصة به. تم تطويرها باستخدام تايب سكريبت، ويمكن تحميلها ببساطة واستعمالها بشكل تلقائي. ينبغي أن تكون الصفحة المتصفحة في ويكيبيديا متصلة بعنصر ويكيبيانات الخاص بها من قبل استعمال الأداة. لتحميل هذه الأداة الأمر بسيط، يجب الدخول إلى ويكي داتا ويزرد في موقع ويكي بيانات، والضغط على التنزيل كروم، مثلا سنختار كروم هنا، كروم ستور لينك، ونضغط ونقول أضف إلى كروم، فيقول لك أنها تم تنزيلها. ثم تختار أن تقول أن تفعل أن الأداة عبر الضغط هنا وهنا، وهذا كل ما في الأمر. ثم يمكنك استعمالها عبر فتح صفحة في ويكيبيديا.
مثلا هنا عندنا صفحة المتحف الوطني بباردو، يمكن هنا أن نرى هنا هنالك دوائر تمت إضافتها. سوف نفسر ماذا تقوم هذه الدوائر بالضبط. نبدأ قبل كل شيء بالتعامل مع التواريخ. الأمر بسيط، إذا أردتم إضافة تاريخ إلى ويكي بيانات تقومون ب select للتاريخ المطلوب، ثم الضغط على اليمين على الفأرة، ثم wizard for Wikidata parse as date، ويتم تحليلها كتاريخ. ثم الضغط على الدائرة الرمادية. الدائرة الرمادية يعني لم تتم إضافتها في ويكي بيانات. تضغطون هنا على الدائرة، ثم تضغطون على بلس لإضافة بيان، ثم تختارون الخاصية مثلا هنا تاريخ سريان مفعول، تختارونها وتضغطون على بلس مرة أخرى، فيتم إضافة التاريخ. هنا ستجدونها خضراء. إذا كانت هناك مشكل أو تكون يكون البيان غير موافق للسكيما أو لأحد الشروط في ويكي بيانات، سوف يتم إشعارك بأن هناك شيئا خطأ عبر جعل هذه الدائرة تبدو حمراء. وهنا عليك التثبت من أنك استعملت الخاصية المطلوبة وأنك قمت بالأمر بصفة صحيحة. هنا إذا دخلنا إلى ويكي بيانات نتحصل على بيان فيه التاريخ المطلوب وفيه الخاصية المطلوبة. التعامل مع الأسماء تقريبا نفس الأمر. select الاسم، نضغط على wizard parse as string، ثم نختار اللغة العربية والفيلد alias يعني اسم المستعار باللغة العربية، ونضغط على add يعني أضف، وتصبح خضراء. كل ما في الأمر. بالنسبة للتعامل مع الروابط الداخلية، هنالك عديد الأبحاث بينت أن الروابط في مقال ويكيبيديا تدل على أن هنالك علاقة بين الرابط، عنصر الرابط وعنصر المقال الأصلي. يعني هنالك علاقة علاوة على الرابط، هنالك علاقة فعلية دلالية حقيقية يعني. فهنا هنالك أمر بسيط، كما تجدون بجانب كل رابط هنالك دائرة بصفة آلية هذا الأمر يتم. فعليكم إذا كانت خضراء يعني أن هنالك علاقة موجودة في ويكي بيانات بين العنصر و بين العنصر الرئيسي وعنصر الرابط. إذا كانت رمادية يمكنكم أن تضيفوا أي شيء، يمكنكم الضغط على الدائرة ثم اختيار الخاصية المطلوبة والضغط على بلس فيما بعد وتضاف العلاقة. هذا كله في الأمر. أتمنى أن تكون الجلسة قد أعجبكم، وأنا متاح حاليا لتلقي الأسئلة وتوضيح الأمور التي يمكن أن تكون قد لم تشرح بالصفة المطلوبة. شكرا لكم.